زوز يا زوز يا زوز عم الناس، ايوه يا زوز، وقسما بالله منورني، منور الدنيا كلها زوز، صح ولا لا يا جدعان؟ طبعا هو طالع بظهره اه، بس الحمد لله ان هو وافق اصلا، تمام كتر خيره. ما نعرفش رمضان جاي، يمكن ما تعرف، يمكن تطلع معانا يا زوز، نقدر الناس عايزه تشوفك يا زوز. نقدر نطلع نقدر ما نطلعش، ولكن في هاد اللحظه هادي غادي نطلع. علاش نطلع؟ ولكن كنطلع غير بظهري، واخا انا بظهري تمام. مع التيم ما كنعطيش الظهر للناس وكل شيء، باش هذا لان غير احترام، يعني حيت انا اه طبعا اسمحوا لي، لان انا يقدروني ويقدروا الموقف ديالي. انا مع التيم ما خصنيش نتواجه مع الكاميرا، أه. الا تواجهت مباشره وتواجهت هذا تمام. ما كنلقاش راحتي، الناس بتحبك، مش هتزعل منها. لا نلقى راحتي هكا، كنلقى راحتي ونتكلم براحتي، لان حتى المواضيع دابا اللي كنطرحو دايما راه كنطرحوهم عفوين، أيوة. راه ما كنتصنعو ما كندير والو، انا غير ملي تخلق شي موضوع هذاك الوقت كنخلق فيه الحدث ولا كيتخلق فيه الحدث. هذه هي الصيغه ديالي في الكلام وفي الهضره، باش تمام. طب يا زوز دلوقتي في حاجه، يعني احنا انا وانت لما كنا بنقعد نقرا الكومنتات كانت الناس كتير قوي كانت بتسال مين الزوز؟ أيوة. زوز عنده كام سنه؟ طب هو كبير ولا صغير؟ هو انت تبارك الله عليك، لا عليك لا لا ما زلت شباب، الحمد لله. ما زلت شباب، لا اكبر، هنشوف لك عروسه. كتقلب لي الجيبه مع مدام تجيب جنايات، خلينا طب الناس عايز تعرف بالزوز. انا كنقلب غير راحه البال وراحه البال، لا للاولاد ولا لكم انتوما ولا للمشاهدين كاملين. انا ملي نلقى كل شيء فرحان وكل شيء ضحك، هذيك هي الدنيا ما فيها. وانا على هذا الغرار ديال هذا الشيء اللي كتقول لي الناس بغاو يعرفوا شكون هو الزوز. الزوز هذا العبد الضعيف متقاعد عنده 66 سنه. الاسم الحقيقي للزوز ايه؟ عبد العزيز. عبد العزيز. والاسم ديال نقولوا لي انتم ديال الدلع ولا الاسم ديال اللي معروف؟ النيك نيم. الدلع. الدلع. عزيز، عزيز معروف. وكاين بعض العناصر كانوا معايا في العمل ولا لا. بعزوز كيعتبر بعزوز تنسيبي تنسيبي. وكاين احمد جوز بنتك يا زوز يا زوز زوز يا زوز يا زوز. المهم عندي ثلاثه ديال الاسماء تبارك الله، عبد العزيز والزوز وبعزوز هذا سميتو. وعندي ثلاثه ديال البنات، انا باش نقول لك ديال ثلاثه ديال البنات، زوج متزوجين، وحده متزوجه راه هي اللي عندي، واحد الحفيد، اول حفيد هو اللي عندي وعايش معايا في البيت. وعندي اللي متزوجه باحمد، هذا اللي مين احمد؟ شكون احمد؟ احمد زيدان. احمد ولع الدنيا. احمد زيدان ما حبيبي يا زوز. ما نقول لك احمد نقصان، احمد زيدان. ايه ده؟ احمد نقصان؟ شايفه بوكي؟ ايوا غادي نقول لك هذه هي سميتو. وكاين شي وحدين كيقول لك بغاو يعرفوا شكون هو الزوز وشكون هو حمزه منبيبي. حنا انا عندي سامي منبيبي الحبيب ديالي، اما حمزه منبيبي خلي هذوك عاليين. انا عارف ان هو عامل ضجه بس لا 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 ولا انا فاهم اصلا قصته، راه القضاء قد به وقد بسميته. وانا اللي عجبني فهاد ديال حمزه منبيبي خلى واحد التكتل ديال المغاربه كاملين، لا المجتمع المدني ولا جمعيات حقوقيه ولا الدفاع ديال سميتو ولا القضاء، كلهم كان كيصبوا في هذا. وان شاء الله غتكون النتيجه، واخا تحكموا على واحد البعض فيهم وغتكون واحد النتيجه سميتو، لان القضاء مشى عن ما بعيد، لا القضاء ولا هيئه الدفاع ولا هذا، كلهم غاديين بواحد السرعه بجميع القضايا اللي كتهم الناس. وهذا وهذه ميزه كتمتاز بها المغرب، بان المغرب دابا ولا تقدم، كتشوف البنيه التحتيه تقدم في القضاء، تقدم في كل شيء. راه انت كتشوفني انت غير تقول غير الشارع كتقول. انا حبيتها من شويه. وبغينا حتى العقليه تبدل شي شويه، حتى العقليه ديال البنات تبدل، ونكونوا كنا خوت، ماشي غير العقليه ديالنا حنا، نكونوا حنا العقليه ديال المغرب والعقليه ديال جيراننا كاملين، موريتانيا، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، كلشي كلشي العالم، وكنا نكونوا دوله وحده، نكونوا امه وحده. حنا راه امه، ولكن خصنا نكونوا قراب، لا بالقلب ولا بسميتو بالفعل.
بالفعل مش بالكلام يا زوز، اهم حاجه نكون بالفعل. ماشي احنا كاينين شي وحدين قول كنقولوا احنا قول وفعل، ماشي قول وفتن، غير يقول لك انا قول وفعل بعدك. لا لا كاين بزاف ديال الحوايج غادي بغيناهم يتغيروا، لان ما نبقاوش غاديين هكا تلات، وحنا دابا داخلين القرن 21 وحنا غاديين نوصلوا لواحد الدرجه اللي ما الانسان خصو يعرف شنو ما له وما عليه، ونقطوا الطريق ونقطوا ونزيدوا للامام، لان الحياه راه ماشي هي يعني. وعندنا بالنسبه للناس اللي باقيين هذا اتجاه الله، اتجاه الله راه شي حاجه كبيره، اي حاجه نديروها اتجاه الله يمكن غنزيدوا نزيدوا قدام بزاف. اي الانسان دابا حنا مقدرين هذا الشباب والطيش ديال هذا، ولكن دائما الانسان يدير بان الله كاين، الا كان الله كاين راه كل شيء غادي يكون، وكل شيء غادي يسهل، وكل شيء غادي يهون، راه حتى شي حاجه ما صعيبه، راه حتى شي حاجه ما صعيبه. والعصر ديالكم دابا انتم اللي كتعيشوا عصر زوين، كل شيء موجود عندكم، حتى شي حاجه ما غريب ما كانت. خصنا غير الحمد لله. الحمد لله. هذا هو اللي كاين، وهذه هي الحوايج اللي خصهم يداروا، اللي خصهم يكونوا باش نقدروا نستمروا، لان ما نخليوش هذه القافله تبقى غير جالسه هكا، لان الانسان غادي في التطور استمراريه، واحد الوقت غادي يقول لك ها با الزوز اليوم كيهضر، غدا يقول لك والله يرحمه. لا ربنا يعطيك العافيه. لا حيت الموت هو لابد كان، انا عندي هنا ديما الموت خصها تكون في سميتو، وكنقولوا شوف شنو درتي في حياتك حاجه، وكنقولوا خص الحاجه الزوينه. طبعا. الزوينه خصها تدار في الحياه، باش لهين تلقاو عاد الحياه زوينه، لان الا درتي حاجه زوينه هنا غتلقى الزوين، اللي درتي خايب هنا راه هذا هو اللي كاين، والعين من عند الله، راه ربي هو اللي كيقول لنا هذا زوين ولا خايب ولا هذا، غنخلي الاختصاص ديال الله سبحانه وتعالى. طيب انا عايز ادخل، عايز اسالك على حاجه قدام الناس. انا هقولها لك، ما رضيتش اقولها لك لوحدك، انا قلت هقولها لك مع الكاميرا. لو الزوز جاله اعلان ان هو يعمل اعلان وان هو يظهر فيه، هتوافق ولا لا؟ اعلان تلفزيوني. واخا عندي بدا هكا. مستحيل. لا لان انا جيت الاعلان غنخرقها، وغادي يجروا عليا من الاعلان، ديك القناه اللي غندير فيها الاعلان غتسد. ما عمرها باقا تخدم، عاد ندوز عليها غير نبين كمارتي كل يوم. هذا هو حبيبي يا زوز. خليها غير هكا كنحس براحتي، شي دابا كنهضر هكا براحتي. وراه شافوا الناس تلقاوكم. هذا هو اللي كاين. ناس كتير تلاقوا بينا، على الناس اللي قابلتنا في مراكش واخرى هنا في الرباط واي مكان بنروحوا. فكرتيني في هادو، هما نسيناهم دابا احنا كنتكلموا. والله تلاقينا في مراكش، تلاقينا في الرباط هنا في كازابلانكا. كازابلانكا تلاقينا مع ناس ما كاينش. في ناس كتير قوي بتشوفني معرفش بتتكسف تسلم، ممكن يكونوا فاكرين ان انا معرفش انتوا بتسموها ايه. عاجبك راسك؟ ايه؟ عاجبك راسك؟ عاجبني راسي. لا لا لا، مع ان انا خالص. بصوا، مع احترامي للجميع، انا بيبقى هين عليا امشي يا عمي. انا بيبقى هين عليا امشي اسلم على كل واحد احس بس ان هو يعرفني، لان ده شرف ليا. بس المشكله انت عارفني، انا مش هقدر اوصل ان انت عارفني ولا لا، فان انت لو هو انت اديتني علامه حتى اللي انت عارف، انا هاجي اسلم عليك. مرحبا. شوف، هما اللي كيجيو يسلموا عليك ولا كيجيو يعطوك هذا، بالنسبه لك كيعطوك واحد الطاقه، كيحسوك بان انت واحد منهم، كتحس بهم بان راه كيقولوا لك كيبغيوك. وانا اللي كنلاحظ هذه، حتى انا كنفرح بان نسيبي الناس كيبغيوهم المغاربه كلهم، ماشي جيب شي نسيب روسيا شي مقلب عليه لانتيربو. لا نسيب اللي بغى يعيش مع الناس، شوف عايش عيشه ديال شوف حنا بسطاء وعايشين مع البسطاء ونموتوا مع البسطاء. هذا هو اللي كاين. نقطه واحده بغيتك توضحها، كنبغيو الناس كامل اليوم كيجيو يتلاقاونا كيسولوا علينا كاملين، ويسولوا على بابا وكل شيء، هادشي كيفرح. ولكن مين يجيو يشوفوا شي حاجه كما راه قلت قبل، اي واحد عنده الحق يجاوب ولا الحق يقول اللي بغى، ولكن الوالدين خط احمر.
يعني حيت انا امي يعني تعايرت في الفيديو. اتكلمنا على انا بغيت توضحها بنقطه. انا هوضح حاجه صغيره في اخر فيديو عملناه. شفت كذا كومنت او كومنتين غالبا بيتكلموا عن ميمة لما هي بتتكلم معنا في الفيديوهات وكده، فالرد خايب بصراحه. بعيد عن لو انت يا ستي شايفاها كده قول الوالدين هادو دي قد امي. شوف ازاي تتجرأي اصلا تقولي كلمه شوف على واحده قد امك وممكن تكون اكبر منها كمان. لا لا شوف انا عدرو الله اعلم بسن اللي كاتباه هي على النويه ديالها. هو مش في دماغنا بس احنا ابويا وامي، لان الانسان حر يحر يعبر كيف بغيه، غير هو التجريح ما بغيش الانسان باش كتجرح واحد اخر ما كاينش. لا كون جات عشره المهم انا مع 40 سنه انا كنشوف بها هذا كيوقعني قشره. حنا ماشي انبياء ولا اولياء ولا لا، راه حنا عشنا مشاكل وكاينه سميتو، ولكن الحمد لله غادي بواحد الطريق اللي تعلمنا عليه الحياه الزوجيه، علمتنا بزاف ديال الحوايج وقرتين. اما باش ديك الفكره اللي خدات ديك السيده ولا معقول هذا اللي كاين وقالت لك بان المهمه على صوتها، هي كتعلي صوتها طبيعي، هي كتعلي صوتها ولادها. انا نعطيها واحد المثال حنا كنقولوه مغربي، دوز على واد الهرهوري وما دوزش على واد السكوتي. هي اللي كانت على صوتها ولا خفتات صوتها راه طبيعي، راه كان حتى انا كنعلي صوتي، حتى انا راه كنعلي صوتي، حتى انا كنعلي صوتي، راه طبيعي، طبيعي، طبيعي. احنا ما عرفناش شنو بغات تنوي بها بهذيك الطريقه، ولكن احنا وانت عارف نظرتنا في كومنت لسه اريد دلوقتي ضحكني بقى. واحده داخله كاتبه بتقول لي انا حاسه ان انت بتحب الزوز اكتر من مراتك. وهذه حاجه الزوز انت بعيد عن ان ابو مراتي قسما بالله ربنا يعلم. انا نقول لهم واحد الفكره، اجي نقول لك بحال بابا كيبغيني بزاف. ابويا الثاني اللي ما جابنيش بحال بابا كيبغيني انا بزاف. بابا كيبغيك بزاف حيت هي واحد الفكره هي كاينه موجوده في العالم كله. دائما حنا كنقولوا العجوزه الحماد دائما بالنسبه لها دائما كيشوف فيها واحد الشوفه ديالها، وهذه الثقافه تربات فينا حنا هكا من الصغر، من تربينا على اجيال واجيال. لان الحماد دائما كياخذ على فكره نقطه سوداء بالنسبه للنسيب ولا بالنسبه للبنت العروسه ولا هذا كتكون. ولكن الا الواحد ما خدش فكره، وانا نرد على ديك السيده مع الاحترام ديالي كل اللي كاين، حتى تعاشري بنادم تيمين تعاشري كون تقربي دابا للميمة غادي. انا راه داكشي كون ما كانت خايبه كاع ما كنت فيها 40 سنه وانا باقي قاعد معاها خاف على راسك. لا ما لا خاف على راسك. خافش نقفل الباب مش سامعانا راه تانا راه كاينين فيه حويجات مزيانين حويجات خايبين. غير هو الانسان اللي كنحكموا عليه هو اللي كيكون فيه بزاف ديال الخيبه. ما لقيت انا راه حنا هو راه دايرين بحال الميزان. هو قبيلات هذا الشيء كامل كنديروه عفوي، وهذا الشيء كامل شنو اللي خلاك انت تزيد عاوتاني دير اخر نقطه معلش اخر نقطه هتكلم فيها عشان الناس هتزهق مننا. في ناس كتير برضه بتخش بتتكلم بتقول زوز وده راجل اكبر منك، ده قد ابوك، انت ازاي تهرج معاه؟ يا جماعه الزوز حمايه قد ابويا، بس هو واخدني صديق. خليه هو يوضح لهم تمام صديق لي، فمش انا من المفروض مش محتاج ان انا اوضح حاجه زي كده. المفروض يعني فيديو والتاني والتالت تكونوا فهمتوا. طبعا انا الكلام موجه لناس معينه، مش قصدي جميع الناس، طبعا الناس دماغها كبيره. وبالهند بقى زوز يا زوز يا زوز عم الناس. ايوه زوز والله. لا شوف انا نقول لك هذه النقطه هذه ديال سميتو، والناس اللي عاشروني راه يمكن غادي يعرفوا سميتو اللي عاشني في الخدمه. كان عندي انا كنتعامل مع الكبير ومع الصغير، كل شيء كيف كيف، وكل واحد على حسب المستوى الفكري ديالو ولا العقلي ولا كيما بغاو يقولوا. انا المهم المستوى ديال هذا كنعيش معاه، ما عنديش انا ديال هذا لا هذا كبير، مع كل شيء. وداكشي علاش انا دابا كنلقى معاك سميتو، انا هبطت المستوى ديالك، انت طلعتي للمستوى ديالي، وحنا مكملين بعضنا. حنا شوف الا كنا غير شي حاجه، وكنا شي حاجه استفدوا منها الناس ولا ارتحت فيها الناس ولا ضحكت الناس، شي غير ابتسامه، الا خلينا غير ابتسامه انا وياك
من خلال الحوار بيناتنا وخذوا ابتسام احنا ربحنا قطعنا نخليكم تكملوا ايوا هذا هو اللي كاين ونتمنى نتمنى الله ما تقلناش على المشاهدين حبيبي عزوز ويكون كل شيء مرتاح وكل شيء هذا وحتى شي واحد ما ياخذ بخاطره اخر سؤال عشان نقفل اخر سؤال اكيد مش هتظهر معايا قريب عشان الناس عايزه تشوف الزوز لا قلت لكم انا راح احكي هي يعني نقول ان شاء الله خلي على الله نعم نقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني زي ما تيجي تيجي هذا هو انا دابا علاش بنت غير النص حيت واحد النص كيقول لي انا ما تبانش خصني نرضي اللي كيقول لي خلوني نص نص حبيبي عزوز ربنا يخليك لينا انا نصك هذا هو والله يسهل وراه حنا كنهضروا عفوينه انت راه ما كاين حتى شي حاجه تقول لي ما كاين لا هذا وهكا كنلقى فيها راحتي هذا كنلقى فيها راحتي ولقى فيها راحتي ملي كنتقابل نتقابل معاكم دابا غادي نشوفكم طب نعمل باي باي للناس نعمل باي باي للناس دابا انا مبني للجون نتوما في الغائب وانا مبني للجون طب نعمل باي باي للناس بقى ونشوفهم على خير باي باي حبيبي يا زوز